المنظومة الحالية وليس النظام السياسي أصبحت أكسباير يعني غير صالحة للاستخدام، وبالتالي يعني بوادر التغيير بدأت يعني تظهر شيئا فشيئا استخدام البشري أصلا. إيه يعني بوادر التغيير بدأت تظهر، وأنا أعتقد أنه هذه المخدر الذي تمنح الحكومة للناس على هيئة رواتب وزيادات، وهذا هذا كليته يعني علاجات مؤقتة مسكنات مؤقتة لحالة الناس مستحقة. لا لا ما له علاقة بالانتخابات، له علاقة بالرغبة يعني بخلق حالة من كان تحذير من أن صندوق التقاعد مهدد بالإفلاس، محاولة لخلق حالة من الاستقرار لا 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 يعني لا ترتكز على يعني أرضية حقيقية، إنما هنالك يعني خلي أسميها بين قويسات رشوة اجتماعية لشراء الاستقرار بهذا المعنى، لأنه حقيقة يعني من تجي تشوف الأوضاع في البلد ما ممكن أجي أقول استقرار، شنو استقرار والدولة العملة الوطنية شبه منهارة، شنو الاستقرار وملف الخدمات لا زال يعني يعاني. نعم هنالك حملة مشاريع، وهذه حملة المشاريع نأمل وندعمها ونساندها ونتمنى أنه تكون على قدر أنه تعيد للبلد بنيته التحتية وأيضا هذا، ولكن يعني الفساد واضح اليوم. لكن أمانة بغداد اليوم تقول الأعمال المنجزة خلال حكومة السوداني تضاهي 20 سنة ماضية. عمي 20 سنة بس وزير الكهرباء بنفس الوقت اليوم يقول ملف الكهرباء انسوه، ماكو إرادة سياسية لإنجاز ملف الكهرباء، ماكو إرادة سياسية. ومن ناحية أخرى الوضع الأمني غير مستقر، يعني أكو تهديدات وأكو بنفس رئيس الوزراء يقول استهداف القواعد التحالف الدولي هذا بالنسبة لنا مرفوض.